الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، واحد من نجوم الكرة المصرية الكبار. يمكن ما اعرفش والله ازاي، بس يمكن عنده حاجة غير اللي احنا شفناها النهاردة بمنتهى السوء من أداء كروش والمنتخب الوطني. كابتن طارق صباح الفل على حضرتك، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم، وانت اللي مشرف يا حبيبي منور. اهلا اشكرك بيك يا كابتن طارق. شفت حاجة حلوة النهاردة في المنتخب؟ بدور. انت ايه رأيك؟ بدور يعني بدور مع حد يمكن يلاقي حاجة احنا مش شايفينها. لا طبعا، لا طبعا، الأمور صعبة قوي قوي قوي، وشفنا يعني بصراحة عك من ناحية الخططية، من ناحية التشكيل، من ناحية تمركز اللعيبة، من ناحية توظيف اللعيبة، توظيف ولا أسوأ. أنا ما أعرفش يعني، هل اللعيبة دي يا إما ما بتاخدش حاجة خالص من الراجل، يا إما هي بتنزل تلعب بدماغها، فاهمني؟ لا يا كابتن طارق، لو نزلوا يلعبوا بدماغهم كان الوضع هيختلف، كان ممكن يبقى أحسن. ما أنا لسه هقول لك، هم حتى لو لعبوا من دماغهم هيبقوا أفضل. صح. أنا مش عارف هو الراجل يعني عايز يوصل إيه، أو هو عايز يوصل لإيه معانا. إحنا هل هو يعني عنده كورة مختلفة عن الكورة اللي عارفينها؟ ما أعتقدش. هل هو يعني بره الصندوق لهذه الدرجة، بعيد قوي كده قوي يعني؟ بقطع الصندوق، ده فرتك الصندوق. لا يعني ده فرتك الصندوق يا كريم. أنا النهاردة يا كريم أنا قاعد مذهول ومصدوم. طبعًا. في المباراة فيها دسامة اخطاء غير طبيعيه. اي صح، حلو الوصف ده يا كابتن والله. دسامة. لا يعني انا بكلم مش قادر، تتنفس من الاخطاء، مش قادر اتنفس وانا قاعد عايز اقول يا عم يا اعمل كده، فاهم؟ اولا احنا كنا الشوط الاول سيئين جدا جدا جدا. صح. الشوط الثاني كنا سيئين جدا يعني، بس مش جدا جدا. لا مش جدا يعني، ما هو انت ايه لما عدلت شويه بدانا نوصل شويه. ما هو المصيبه يا كابتن طارق، لما عدل نزل زيزو وقلنا يا فرج الله راح طلع مصطفى محمد. الله ينور عليك. انت هترفع لمين؟ فكرني مره بمدرب واقف على الخط، انا كنت احتياطي، فقال قال للمساعد اللي جنبه قال له احنا هننزل طارق دلوقتي يعمل كورسات لجمال عبد الحميد. وفوجئت انا وانا نازل راح مخرج جمال عبد الحميد. والله العظيم ده حصل في ماتش منتخب، اقسم بالله. طب انت منزلني عشان اعمل اوفرات لجمال، طب انت انا نزلت مكان جمال. صح. فنفس القصه النهارده. فالحقيقه انا النهارده طبعا فوجئنا اولا التشكيل. انت النهارده لما تلعب النني ناحيه الشمال طرف الملعب او وسط الملعب ناحيه الشمال، وتجي ناحيه اليمين ووسطين وحمدي فتحي، انت سبت نص ملعب نيجيريا. نيجيريا الشوط الاولاني يا كريم ولا البرازيل بتلعبك ولا البرازيل وبتنقل الكره، وانا كنت اتمنى اشوف منتخب مصر زي نيجيريا كده طريقه لعبه. صح. والثقة اللي لعبوا بيها. صح. لكن للأسف الشديد توظيف غلط، تشكيل غلط. يعني انت النهاردة شايف سايمون ده لعيب رقم 6 الجناح الايسر. يعني هارينا من ناحية الشمال، وانت ما حاولتش ان انت تسد هذه الثغرة. حتى لما اكرم ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويرجع بالسلامة ان شاء الله، انا صدمت طبعا لما عرفت ان الخبر اللي اتقال دلوقتي ان هو احتمال كبير يبقى صليبي، ربنا يشفيه يا رب ويبقى حاجه بسيطه مش صليبي. يا رب. لما نزلت محمد عمان، طب ما انت عندك عمر كمان عبد الواحد، على الاقل يبقى في عندك طرف يمين يهاجم ويعمل اوفرات. لا واللي يجننك يا كابتن طارق، انا لسه كنت بقول يعني قاعد البطوله العربيه كلها تجرب في عمر كمال عبد الواحد باك رايت وهو بيلعب مع فيوتشر باك رايت، وقعدنا نقول اهو سيبه يجرب في البطوله العربيه عشان يطبق في كاس الامم الافريقيه، فنيجي كاس الامم الافريقيه فلما الباك رايت الاساسي يتصاب ما تنزلش عمر كمال عبد الواحد وتجرب واحد تاني خالص، فحاجه تجنن. لا ما هو بص هو شغال معانا من ساعه مباراه، من ساعه انجولا والجابون وليبيا هنا والبطوله العربيه، نفس الفكر ونفس الدماغ ما بيغيرهاش، بيبدا خطا وبعدين يصحح وبعدين يرجع الخطا تاني الماتش اللي بعديه وهكذا. فما فيش حد بيعمل كده فينا، ده منتخب مصر يا جماعه. احنا النهارده انا حسيت ان احنا يعني فرقه لا عارفين يلعبوا ولا عارفين يباصوا. ده احنا يا راجل ما كناش قعدنا ربع ساعه يا كريم، الكوره تقطع مننا في نص ملعبنا ورا بعض تك 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 تك، ما بيجيش نقل، ما بيجيش، لانك انت تفتقد اللاعب رقم 10 4 3 3. انا قلتها عندك يا كريم في الاستوديو لما كنت ضيف معاك انا ومحمد عمار، قلت لك اسوء اختيار، لان قدرات لعيبه منتخب مصر لا تصلح في 4 3 3. وبعدين لما تيجي تلعب 4 3 3 يا اخي، مثلا حط
النني حط زيزو امام عاشور يبقى لعيبه لعبت في الاماكن دي. صح. لكن ما تجيبش تريزيجيه 9 شهور مصاب ولعب ربع ساعه مع استون فيلا وبعد كده تروح انت ايه منزله بدايه مباراه مع نيجيريا. طب انت لو نزلته مع مثلا فرقه اقل من نيجيريا ماشي وارد بتدخله في الفورمه، لكن انت تدخله فورمه تخلص عليه. لا ودي بعدين. ودي كابتن طارق، كابتن طارق دي كمان من الحاجات الغريبه انه حتى لما لعب تريزيجيه في وسط الملعب لما ناحيه اليمين ما حطوش ناحيه الشمال اللي هي كمان عدلته. يعني انا بقول لك يعني انت عايز ايه؟ رمى ناحيه اليمين والنني للشمال وتوصيهم حمدي فتحي فنص الملعب فضي. وبعدين يعني حاجه غريبه جدا كمان في انك انت تصر على انك انت تلعب مصطفى محمد جرايت. يعني ايه دي الكبيره دي؟ صلاح فيرود دي الكبيره يعني دي. محمد ده انت يا راجل ده احسن لعيب في العالم، انت مش خليته ما يعرفش يلعب. صح. خليت منظره وحش. صح. فالحقيقه انا 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 اتحدى ان الجهاز الفني المعاون يكون موافق على الكلام ده. انا اشك يعني مستحيل. لان هم لو موافقين على الكلام ده مستحيل. يبقى الدنيا لا صعبه جدا يا كريم بصراحه. مستحيل. امور صعبه جدا. عندك سايمون، عندك ننديدي ده في نص الملعب حاجه جامده. رائع جداً. يا كابتن رائع. حاجه ده كان بيلعبنا لوحده في نص الملعب يا راجل. ده انت كمان ايمانويل دينيس ده ما مش موجود. ده لو ايمانويل دينيس ده موجود اللي هو فيرود واتفورد. لا ده انت بتتكلم مين ده يا كابتن طارق؟ انت ناسي التقيل بتاعهم. اهم واحد عندهم اوسمين دوت، اوسمين بتاع أوسمين. نابولي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا ده من ستر ربنا علينا انه مش موجود. يعني احنا عملنا تشكيل خاطئ، تغييرات في منتهى الغرابه. الراجل عايز يوصل فكر مختلف، فكر غريب. انا سمعت ان بعض الجماهير هجمته بشكل كبير جدا في الملعب النهارده. انا قلت لك يا كريم، انا ما اعرفش كنت بتكلم معاك او بتكلم مع حد تاني، قلت لهم الراجل ده بعد كاس العالم كان لازم يقال. بكلمك جد والله. اي حد هيمسك منتخب مصر هيعمل بيها نتائج كويسه وهيعمل كره احسن من كده بكتير. صح. انا شايف عك كروي وشايف حاجات غريبه جت تحصل في الملعب. صح. والراجل ما سمعش كلام حد ولا جهاز فني معاون ولا حد ولا اي حاجه. شغال من دماغه يا سيدي، اشتغل من دماغك بس. صح. لا ودي نتيجه. انت عارف يا كابتن طارق انا قلت كده، احنا عاملين ندعم فيك الفتره اللي فاتت دي كلها وقلنا هو بيحفظ او عايز يطبق فكره او عايز يعمل. لما جينا بقى في مباراه كبيره في كاس الامم الافريقيه ما شفناش حاجه من الفكر دوت ايجابي. يا كريم الثوابت ما بتتعملش. في ثوابت يا جماعه في كره القدم، في ثوابت. ما تجيبش الشناوي حارس مرمى تلعبه مساك. الحمد لله. في ثوابت. الثوابت ايه؟ ان في اصيب عندك الباك اليمين الاساسي، في باك يمين ما تجيبش مساك تلعبه باك يمين. فاهمني؟ وبعدين تروح مطلع مصطفى محمد على الطرف. وبعدين تدخل مصطفى محمد صلاح لوحده، ما فيش حد. والله انت عارف انت لو عبد الله السعيد كان ممكن يعمل له 3 4 5 100% 100%. ما فيش. والله يا كابتن طارق عارف يعني اللي بنقوله انه ربنا يستر في المباراتين اللي جايين والامور تبقى طبعًا احسن من كده عشان تبقى الامور يعني ما يبقاش فيها يسترها. ما يبقاش فيها صدمه جديده يعني. لا كابتن الكبير يا رب. ولازم واقفه، ولازم واقفه من المسؤولين اللي موجودين هناك مع الجهاز الفني، لان انت كده ممكن توصل لطريق مسدود مع الرياضه ومع الكره. ان شاء الله ما يحصلش. ربنا يستر بقى في ماتشات كاس العالم. يعني كاس العالم دي حاجه بقى. ربنا يستر. لا ربنا يستر ان شاء الله. كابتن الكبير طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.